السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل الشباب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا جديزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي، حصة اليوم إن شاء الله ماذا بكم تتبعوها من الأول إلى آخر؟ حصة مهمة، ماذا بكم تتبارطاجها؟ ماذا بكم تلحق لأعلى المسؤولين خاصة في التلفزيون العمومي اللي عنده عفسة يوصلها؟ باسكو شفنا البارح تواطؤ من التلفزيون العمومي من القسم الرياضي، تواطؤ على فساد الفاف، على فساد التحكيم الجزائري. شفنا أمس سقطة لا تغتفر من رئيس القسم الرياضي محمد شوماني اللي كنت نحترمه، كانت عندي معاه صداقة مدة 9 سنوات من قبل ما يقدم هذا القسم الرياضي. نعقل في 2017 كنت في الكاميرون، بعت له فيديو على لافير تاع ايبوسي وهذيك، وبعت له فيديو باش يدير هذه ديكاس باش يديرها في لاباج تاعو. 2019 تلاقينا في لاكان، هو ساعدني من كاميرا، من درت انترفيو مع حفيظ الدراجي هو اللي عاوني وكاميرا للتليفون، زعما علاقتي جيده. كنا نتلاقوا وتلاقينا في غامبيا في 2017 عادي في البلد. ولكن للاسف امس انا ما عنديش لي سونتيمو في هذه الامور، حاجه ما تعجبنيش. ما غاديش نتهمك فساد، ما عنديش ادله، ولكن على الاقل راك متواطئ على فساد. جبت خدمت رئيس هذا تاع التحكيم هذا بشاري، خدمته ما ادري، كانت عندي معلومات باللي نتاع وانت باش كذا بلجنه التحكيم نتا ومع مجبور تاع شانطروا، درتوا لابريسيون العماره في العام اللي فات ودرتوهم صحتكم. ولكن بعد عام من فضائح، ولكن جيبها امس كل ليله حدث ما كان والو، تضليل على الحقائق، شغل ما كان والو، شغل كي العائله نورمال ما كان والو، البارح الكذب ونورمال ضد الواقع، حصه ضد الواقع. كاين حاجه غلط درتها مسيو، نفكرك بها مسيو شواني، هي الحاجه الاولى قبل ما نروحوا شادر بوشبش نعطوه ادله عليه. روحوا شوماني انت العام اللي فات من جبت من كان بشاري عندك محلل في التلفزيون، ما جبتش روتي تاع التلفزيون وقابلته مع بشاري وحصلته عصير؟ لا، باسكو تما كنتو تخدموا في اجندات باش تجيبوا بشاري، جاب بشاري دوك تبربره. البارح علاه ما كانش ذكريني؟ ما ادري، حاولت راسلت بعدة مصادر حكام سابقين وحاليين باش يكونتاكتو زكريني ما كانش رد صريح، تهرب من الاجابه. ولكن انا عندي مصادر في التلفزيون العمومي وخربت وجبت كاع الواقع شاكين، وغادي نقولها لكم خاوتي. زكريني على بالي بلي عجباتك البارح، باسكو ما جوعت الديب ما غادي تراعي نورمال، ما وكان داروا قدام بشار على بالي بلي غادي تقصفه، باسكو على بالك بلي المعارضه تنوض لك، ما عيطولكش هناك. المعلومات اللي عندي من اسوار التلفزيون العمومي، محمد شوماني هو اللي منع زكريني يحضر، هادي اوفيسيال فوق الاوفيسيال، قالها ما تجيش باسكو بشاري صاحبه، باسكو على باله بلي زكريني لو كان يجي غادي يعصر بشبش ابو حذيفه، هي حاصره وجبد له كاع مصارينه، وشوماني هو منعها قالها ما تجيش. معلومات بالتلفزيون اقسم بالله جات من عند ناس تشتغل في التلفزيون العمومي، قال لك هو ما جابهاش باسكو قال لك حنا عموميه. لا صح، لا خويا بشاري عندها اكتواليتي، عندها فساد، عندها امور، عندها قضايا كبيره، تجي انت باعت فوتها تبلبله لا حدث نورمال. لا، على الاقل كان ما جبتهاش، لكن من جبته راك سقطت سقطه، التلفزيون العمومي يسقط سقطه لا تغتفر. ودروك نقول لكم بلي انتم متواطئين مع فساد تاع بشاري وجماعتها تاع بشبش. فوالا، نبدو قبيلتو كذا. انا دبر راسك، انا بور موا راك خارج مجال التغطية وما تستحقش تكون رئيس قسم رياضي، ما بقالكش بحر ابيض متوسط وغادي يصلحوكم كاع. صراحة كاع تسونامي غادي توشيكم كاع، خليه معليش انا ما نستشفاش، بس هذه هي. الاولو نروحوا واش قال مسيو بشبش الاول قاعد يكذب نورمال ضد الواقع، التنوفيق مليار مسيو بشبش. نحكي لك انت قلت بلي الحكام راهم يخلصوا 8 ملايين والنار وتقلي وتبلعط نورمال. وانا نعطيك، انا اتصلت مع حاكم ما تشوفوا فيها واش قال لي، قال لي السلام عليكم اخي الكريم، قال لي لا توجد اي زياده في المنحه، قال لي ماناش نخلصوا 8 ملايين، غير قال لي عليكم، قال لي كل منح مدفوعه تاع الموسم الحالي بالسلم الاتي، ها قال لي القسم الاول ندو 3 ملايين ونص 35 دينار، قال لي القسم الثاني ندو 22 مليون 500 جملين و250، قال لي النباته 200 تنزو عليهم، والاكل 60000 طونز، كاين ما كان دوك ياكل 60000 ياكل بيتزا مسكينه، البيت ياكل بيتزا وقلعه ما، وقال لك زائد تنقل 7 دينار الكيلومتر 140 دولار الكيلومتر، زعقوا للناس. ولكن في علمك اخي الكريم عندنا اكثر من شهرين لم يدفع لنا المنح،
ما صاعرين دورو ما داوش، والبي سي تاع العنيفات ما خلصوش، واللي ماتش تاع اللي الله عليك ما خلصوهمش العنيفات. هذاك يعني تبلعط تقول داو 8 مليون وجبناهم ودمناهم وبلعطناهم، والفار تقول العام الجاي شفتوا عمار العام الجاي في بالي الفار كتبوا ما درت لا فار لا فارتين، ما درت لا فار لا فارتين. والله كيما قال لك عليه واحد قال لك تكذب وتخرط، والله غا يكذب ويخرط ويزيد ونعرفه مليح. هيا هيا شاه شاه باش تقابل وجي تقابل نورمال وتقابل في الناس عادي، والفار ايوا تكذب نورمال، انت المهم جيت المهمه تاعك حكمت الاربيتراج عطاوك اسيسير، اي بعد تقول لا الافريق هذا بشار يقول لا تمتيت على لاجيري راه جاي في افريقيا ومنا وانا عطاوني نعطيكم معلومه رسميه اني اسيسير. اسيسير شي غير شيء درتها بالشيطة، جابها لك عبد الفتاح عصام عبد الفتاح جابها لك بالشيطة يو بن وزارة في خمس سنين اسيسير، اسيسير حاجه كبيره تروح تخرج وتدي 200 دولار والشيطة وصاي هذا المكان. بس ما طوش اسيسير ولك حاجه والله ويوقع تسونامي والله ماني طاقك، والله يجي رئيس اتحاد يجي غير ندير بيسون كحله باش ينحيك. انا نقولها لك بس كل ما بني على باطل هو باطل، والله غير تتنحى باذن الله. باسكو عمر حاجه تاع شيتا ما زيدك تشوف داك شي حاجه ما درت طلاف حنا صايرك في الفيدرك اسيسير والله ينحوك على الجبته تاعي. هاي انا من دومودي لا درام لا عفسه لا هو انا نحو لي هذا اسيسير وصاير كاع صحاب الفاس تاعي مات كاع كنحي لكم الرحمه تاعكم يا حسره. واه قال لك اخويا ما عايش الشارع الدولية، روحوا شوفوا لي فيديو تاع تبلعيط، شوف التنفيق يا الخاوة اخويا وفي التكريم تاع الحكام جايب راني نشوف جايب شوماني كرم، كرم شكون وباي صفة شوماني كرم باي صفة؟ هو رئيس حاكم سابق، هو رئيس رئيس فيدرالية، وزير قيادة عليا لعب دول نورمالمون. انا نعرفه من وقت وراوة باللي رئيس الفاف هو اللي باش ما يميز كاع هو يمد الشارات، تجيب لنا شوماني شوماني واش علاقته؟ جا كاميرا مار جا ايت عثماني كاميرا قالوا لي انت شوماني واش داك تماك؟ باسكو صاحبك بربرك عيط لك بس تقلشة بنت البارح بلي انت تخدم مع بشاري بالادله البارح مديت الدالي بلي انت اقسم بالله تخدم مع بشاري تخدم نورمال، لو نحلف نورمال بلي تخدم نورمال عادي عادي. ما نأمنش فيكم كاع والله ما نأمن فيكم واحد كاع والله من امن واه وما عايز شرط دولي على بوخالفة تكذب نور ما تعرف بوخالفة تكذب عادي. اسمع شرط الدولية معايير الاختيار، معايير الاختيار هي لانه حتى الضجة في هذا السياق اسمع سلاما وهناك اسمح لي الكلام راك اعطيتني الفرصة. تقييم الحكام سنوي، تقييم الحكام سنوي يعني تقييم تاعهم بالنسبة لمقيمين في المباريات، وهذا هو اللي يسمح لهم يكونوا في المقابلات ويسمح لهم تكذب وتخرط مخافة بشي. قلت له احسن حاكم درته في الاخر تخدم في ابو جبل ولا كيما ابو جبل ولا كسمو هذاك الاربي تاع مصر ابو الرجال والله يهديكم مازال ربي يخلص مازال دعوة بوخالفة وكيقول له تاعنا تاع تيارت كيسمو عماري ومازال تاعنا تاع بنوة تخرج فيك ان شاء الله مازال دعوة المظلم والله غير تلحق الي روتو اصبر ايوا قضية حموم كاع ما تحكوش عليها عادي عادي قضية حموم كاع ما يحكوش عليها الخاوة هذه تاع ربي ما نشوفهاش باسكو غير تاع تمرضني بها. والاخطاء التحكيميه قلت بلي اخطاء التحكيميه ما كاين والو كاين غير سبع اخطاء من فتح عبد المعمر جابو جا دايبر فيك اخطاء تحكيميه كاين كوارث كوارث. والبارح ضرب على الاربي تاع بسكرا ليزما لا زون ان زون دو لا من ناني ونجم زعما كان قادر ما يسيف ليهاش يا حسن باش تخدم مصلحه تاع ليزما باسكو الخطا اللي فاتت صار لهم مشكل مع بشار مع الاربيتاج تاع غربان الله يهديك يا سيدي الله يهديك كما نقول لك. واه مازال الخلاط تاعك دايره ومازال قالوا لي هذاك اوشان وذاك بالبحر راهم داير لك سوتيان وتخرويض لاسونسياسيون وتلاقى ونشوفوا في لافوطو بعثوا هذه يا اوشان وبالبحر غير حرزوا رواحكم في لاسومبلي قال بديروا اسومبلي وديروا لها سوتيان والله وديروا لها سوتيان نقسم لك بالله نجيب لكم خرايبكم ندير لكم سيبله قعدوا راكم اوشان وبالبحر قعدوا راكم خازنين قعدوا خازنين ما تسوتنوش واحد هذا راه في الصاي اقسم بالله ما باقي له ايامات وتخلص حكايته. واه ديروا سوتيان واه ديروا سوتيان ديروا سوتيان وشوفوا حنا كي غادي الاخر واش هذوك نجبد لكم نجيب لكم الله فرت على الرادياسيون تاعك وقت وراه ونجي جايك ونجي جاي ونجيب لكم الماتش تاع لامسي ولامسي وقت تدريد ونجي جايك عندنا كاع تاريخكم اما لا غير يحو في قولكم هذا السوتيان غير خليه عندك. واه واه قال لك طلعنا لا جوناس واه مراوغات نورمال في الاخر وعادي وتكذب وتبلعط وزعما نورمال يكون فيك شوماني عادي وماني يا ربي ربي يجيبها لكم ان شاء الله. هذا ما نقول لكم اخت الله العظيم راني عيطت لهم بعد قلت لهم التحكيم ويديروا لي يد في اليد وقلوب كحله انت هو قلب لك حل يا بشاري العام اللي فات كنت تخلط
وتعيط وتعيط للجورناليست وتعيط منه وتقعد معهم بالساعه، بعد غدا تبوست انكارتهم راه تبع لي في سي سي بي، هاي سلك سي سي بي قال لي تبع سي سي بي وتبع بوهنيكات خلاص عليه دبليو 6. حنا نحاربوا هذوك، انا هذوك قاع تضلين نحاربهم واحد بواحد. واه ديت اسيس بصحتك نورمال، دخلتهم زبل التاريخ. كاين انت رئيس كي رئيس القسم الرياضي نورمال وعلاقتي جيده مع القسم الرياضي ها، باسكو ديك النهار بعث لي ميساج ماما في لاكوب دافيك من بعد تكمل، بعث لي ميساج قال لي توحشتك كذا كذا، شفت الميساج قلت له ربي ساهل نورمال، انا ما شيتش مول بوست والله ما سيت له. وما قال شوف انا الفاسد على الاخر كاين ادله، بدا تجيني ادله ما صعب باش نقول بلي شو ماني فاسد، ما نتاكش نقولها بصح راك مضلل، راك دير تضليل على اصحاب الفساد، راك دير لك عليهم، هذه راهي وحده ومراوغات وخدمته وبربرته وطلقته بربر، بصح طولك ما جبتش زكريني، وزكريني عجبو الحاله، قال لك انا هناوني، انا نقراه انا زكريني كيما راك نقراه، بصح نستغرب به دار لافر، عليه يربح العيب، يربح العيب لا معامله ولا هذا لا معاهم، هذه هي، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما نقولكم، بصح نقول لك حاجه، والله العظيم ما غادي يصرى فيكم غير تير. وليا بيناتنا دوك تشوفوا خليه دعوت الناس البارح فضحته، انا فرحت انا من فتو البارح وما جبتوش زكريني فرحت صاي شو مان اللي كان شويه مغطي روحه تفضح باللي البارح يكوفري تقول ليش انا ما نخدمش البوليتيك ومنا وما نديروش ما تعرضاش تعرضه كيف العام اللي فتح تعرض غوتي معاه مع بشاري وهذا العام بشاري وحده باسكو على بالكم باللي زكريني قال لكم انا كنجي نقعد باسكو زكريني يخاف من المعارضة، عنده صح، مشيتش، مش عنده الفايدة، تحية لكم خاوتي، شنو نقول لكم؟ وهاد الناس ربي يفضحهم، وهذا ربي راه يفضح في الناس، ربي يفضح. شوف درت سقطة لا تغتفر محمد شومالي، سكتت ظهرا ونطقت كفر، لافا نتاعك جات فوق، وماذا بيا هذا الميساج يلحق المسائل تاع اليون تي في باش يحبسوا شومالي من هاد التبعلي، نهضروا الحقيقة ولا ما كان له، خدموا الأفلان تاعكم. تحية لكم وانتم تبارك الله.